السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، صنعاء تدرس إغلاق مطار عدن، وإلى التفاصيل. كشفت مصادر مطلعة أن السلطات في صنعاء تدرس عددا من المقترحات ردا على إغلاق مطار صنعاء وإلغاء التذاكر المقطوعة من مكاتب اليمنية ومكاتب السفر والسياحة في صنعاء. قالت المصادر إن من ضمن الإجراءات المقترحة إغلاق مطار عدن في وجه الخطوط الجوية اليمنية لإجبار حكومة أحمد بن مبارك وشركة الخطوط اليمنية على إيقاف التصعيد وإعادة فتح مطار صنعاء. في الأثناء عقدت وزارتا النقل والإرشاد والحج في حكومة صنعاء الأربعاء مؤتمرا صحفيا حول القيود المفروضة على مطار صنعاء وعرقلة عودة الحجاج. وقال وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة إن التحالف يستخدم الخطوط الجوية اليمنية كورقة للابتزاز السياسي وحصار الشعب اليمني. وأضاف أن إدارة الشركة في عدن أكفلت كافة أنظمة الحجز والمبيعات داخل البلد وفتحتها في دول بالخارج، وأن التحالف أوعز لإدارة الشركة في عدن بإكفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات لخنق وكالات السفر في صنعاء. وتابع أن التحالف تنصل عن الالتزام بما تم التوافق عليه في اتفاق الهدنة منذ أكثر من عامين بشأن فتح 6 وجهات أبرزها الأردن، مصر، الهند، مؤكدا أن إجراءات الابتزاز تتم من خلال التشغيل المحدود والمتقطع من وإلى مطار صنعاء والتي لم تخدم سوى 3% من احتياج السفر. وقال إن قيادة الخطوط الجوية اليمنية في مركزها الرئيسي بصنعاء هي التي تدفع مرتبات الطيارين والمضيفين والموظفين شهريا، منوها إلى أنهم تفاجأوا بقرار نقل ما تبقى من الخطوط الجوية اليمنية وموظفيها إلى عدن ونقل شركات ووكالات السفر. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.